السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي اقتصاد بلغة الأرقام والشواهد وجميع الوقائع. يؤكد الاقتصاد الإقطري يوما بعد يوم على متانته وقوته، كما يؤكد رجال الأعمال والمستثمرين الإقطريين والأجانب بأن السوق الإقطري يبقى من أكثر الأسواق الجاذبة للمستثمرين، بالإضافة إلى وجود فرص استثمارية مفضلة في عدد من القطاعات الرئيسية، خصوصا أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة في بلادنا قطر تهدف إلى مساندة وتشجيع الاستثمار المتواصل وتحفيز الشركات الخاصة في القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين الأجانب الراغبين في توسعة أنشطتهم في المنطقة، مع التذكير بأنه مؤخرا تم إطلاق دفعة جديدة من القوانين والأنظمة الجديدة في قطر بهدف تطوير بيئة الأعمال وتحسين نمو القطاع الخاص بشكل أكبر، الأمر اللي يعتبر متمما للتنمية الاقتصادية التي تعتبر أحد ركائز رؤيتنا الوطنية 2030، واللي تهدف بالتأكيد إلى تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قادر على تلبية احتياجات مواطني ومقيمي دولة قطر في الوقت الحاضر وفي المستقبل بالتأكيد، وأيضا تأمين مستوى معيشي مرتفع للمواطن. تعتبر المناطق اللوجستية واحدة من هذه المشاريع الاستثمارية الكبيرة والعديدة التي اهتمت بها الدولة، وقد قدمت لها الكثير من التسهيلات لما يمكن أن تلعبه تلك المناطق الاقتصادية واللوجستية من دور كبير في تعزيز قطاع الاستثمار في دولة قطر. وتعزيزا لهذا الدور في المناطق الاقتصادية واللوجستية، تم مؤخرا الإعلان عن تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في هذه المناطق اللوجستية جنوب الدولة، بالإضافة إلى قرارات أخرى سنتعرف عليها بالتأكيد على تفاصيلها والحديث عنها أكثر، وسنتحدث أيضا أكثر وأكثر عن المناطق الاقتصادية بالدولة مع حضور ضيفنا في الاستديو السيد محمد المالكي رئيس شؤون التخطيط وتطوير الأعمال في شركة المناطق الاقتصادية. أخوي محمد، يا مرحبا بك في برنامج اقتصاد. مرحبتين فيك أخوي صباح. الله يحييك، وقبل ما نبدأ حوارنا معاك نروح معاكم مشاهدينا الكرام نتعرف على شركة مناطق. تعمل شركة المناطق الاقتصادية مناطق ومنذ تأسيسها بالإسهام بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030، وتعد مناطق المطور والمشغل الرئيسي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية والمناطق اللوجستية ومناطق التخزين في الدولة. أما المناطق الاقتصادية فتضم ثلاثة مناطق، أولها منطقة راس بوفنطاس والتي تم وضع حجر أساسها عام 2014 وتبلغ مساحتها نحو 4 كيلومترات مربعة، وتقع بالقرب من مطار حمد الدولي، وتمتاز بموقعها المثالي للأعمال التي تستدعي التواصل على مستوى دولي. ثاني المناطق الاقتصادية هي منطقة أم الحول والتي تم وضع حجر أساسها يوم الثاني من شهر مارس من عام 2015، وتشغل منطقة أم الحول الاقتصادية مساحة تزيد عن 33 كيلومترا مربعا، وهي الأكبر مساحة بين المناطق الاقتصادية الثلاث. وتحتضن منطقة أم الحول الصناعات الملاحية والبحرية حول قناة صناعية متمركزة في الوسط، لذا فإنها توفر حرية النفاذ السهل إلى الواجهة المائية، وكونها على مقربة من الميناء فهي تمثل بوابة للواردات والصادرات القطرية. ثالث المناطق الاقتصادية الخاصة هي منطقة الكرعانة، إذ ستتاح فرص الاستثمار فيها عام 2018،
فيما تتوزع المناطق اللوجستية على 4 مناطق، وهي منطقة جري السمر المصممة لتكون منطقة رئيسية لتوزيع السلع والبضائع، أما المناطق الثلاث بركة العوامر وأبا الصليل والوكرة فتضم 119 قطعة أرض تجارية تخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص. شاهدنا هذا التقرير اللي تحدثنا فيه عن شركة مناطق، ونواصل حوارنا مع أخوي محمد المالكي رئيس شؤون التخطيط وتطوير الأعمال في شركة المناطق الاقتصادية. أخوي محمد نرحب فيك مرة ثانية، وودنا نتحدث في البداية عن بشكل عام عن شركة مناطق، تعطينا نبذة عن هذه الشركة التي يمكن لها دور هام جدا خاصة في موضوع المناطق الاقتصادية واللوجستية في الفترة المقبلة. نعم، أول شيء شاكر لك الاستضافة في صباح. لا شكرا على واجب. وبسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شركة مناطق طبعا هي شركة تم تأسيسها بقرار وزاري من وزير الاقتصاد. الهدف من الشركة الأساسي كان هو تطوير مناطق اقتصادية. جميل. وكانت المناطق الاقتصادية مثل ما شفنا في التقرير هي عبارة عن 3 مناطق، رأس فنطاس، أم الحول، والكرعانة. نعم. في خلال تطويرنا القطاع هذا، المناطق هذه كانت تستهدف اللي هي الاستثمارات الصناعية والقطاع الصناعي بشكل مباشر. نعم. في دراسات عدة احنا قمنا فيها وفي شركات استشارية قامت فيها مع لجنة الإرث، بينت أن في إشكالية في القطاع اللوجستي. ففي نفس بشكل متوازي وزارة الاقتصاد وشركة مناطق واللجنة اللوجستية في ذاك الوقت ارتأت أن في فرص استثمارية لازم تنطرح للمستثمرين عبارة عن مناطق لوجستية، فانضمت الأراضي هذه كمظلة متكاملة مع شركة مناطق. نعم. بالإضافة للمناطق الاقتصادية صار دورنا يشمل القطاعين. جميل. قطاع الاقتصادي المناطق الاقتصادية وقطاع المناطق اللوجستية. جميل. فاليوم شركة مناطق تدير القطاعين هذا بشكل. شو المقصود بالمناطق الاقتصادية أخوي محمد؟ المناطق الاقتصادية الفكرة الأساسية منها أن هي عبارة عن في جميع دول العالم في الموديل اللي هو الاقتصادي المناطق الحرة. المناطق الحرة صحيح. اي نعم. تعريف المناطق الحرة طبعا هو يعتمد على التعريف وعلى الامتيازات اللي تمنحها كل منطقة. جميل. فأنت اليوم منطقة تقدر تصير حرة بالمرة، نفس دولة مثل هونغ كونغ هي تعتبر منطقة حرة ما لها أي مثل في العالم. جميل. فيها اشتراطاتها، القوانين واللوائح منفصلة بالمرة عن الدولة نفسها. الدولة نفسها. جميل. المناطق الاقتصادية يختلف النموذج باختلاف الامتيازات اللي تمنحها الدولة في كل منطقة. جميل. فجميعها تقع في نفس المظلة اللي هي مظلة المناطق الاقتصادية. جميل. ويختلف مسماها على دولة إلى دولة. بالضبط. على دور الامتيازات. جميل. خلنا نرجع الآن إلى القرارات الأخيرة أخوي محمد اللي تكلمنا عنها يمكن في إحدى حلقات برنامج اقتصاد الخاصة بالمناطق اللوجستية، التسهيلات اللي تم تسهيلها على المستثمرين في القطاع الخاص. كيف ممكن أن تنعكس هذه القرارات على تسهيل وتشجيع المستثمرين على الدخول في هذه المناطق بشكل أكبر؟ خلنا نعطيك بعد مقدمة عن المناطق هذه. المناطق هذه احنا تقريبا طورناها بداية من 2015 او نهاية 2015 عفوا، وخصصنا الأراضي مع بداية 2016 وقعنا جميع العقود مع المستثمرين. كان الهدف من المناطق اللي هو اعدادها وتأهيلها ان تكون جاهزة في منتصف 2018. جميل. هذا كان الهدف الأساسي، لان هذه المناطق جميعها راح تخدم مشاريع البناء والإنشاء الخاصة بكأس العالم والخاصة بالسكك الحديد والخاصة بمشاريع الدولة الكبرى مثل مطار حمد ذاك الوقت. فهذا كان هدف الأساسي أن المناطق هذه تستغل في 2018 وتقلل التكلفة التشغيلية مع المستثمرين، خصوصا أن المستثمرين كانوا يشتكون موضوع المستودعات والمخازن وارتفاع أسعارها. بعد التخصيص طبعا صار أن في الدولة شافت أن التطوير ما قاعد يصير على خطر الموضوع بشكل موضوع. فاليوم التحفيز اللي قام اللي اصدره الشيخ عبد الله بن ناصر معالي رئيس مجلس الوزراء بدعم من لجنه التحفيز اللجنه الوزاريه لتحفيز القطاع الخاص يطمح لهدفين. نعم. الهدف الاول اللي هو دعم القطاع الخاص بشكل مباشر، وهذا الدعم كان عباره عن تخفيض رسوم الايجار مباشره 20 ريال للمتر مربع في السنه. جميل. فهذا دعم مباشر. الوضع الحالي والراهن ما يخفى على اي واحد في دوله قطر، فكانت الحكومه شايفه ان لها دور مباشر في ان شلون تدعم القطاع الخاص. صحيح. ومشكوره قامت انها بتخفض الايجارات بشكل مباشر. هذا التخفيض راح يكون لمده سنتين 2018
و 2019. جميل. الدولة ما اكتفت بالشيء هذا، قالت احنا نبي نشوف المستثمر الجدي ونحفز القطاع الخاص انه يستثمر يعني بطريقة اقوى. كيف؟ هاي الهدف الثاني. كان عبارة عن القرارات اللي طلعت تخفيض الإيجارات. القرار الثاني اللي طلع اللي هو تخفيض الإيجارات باشتراطات معينة. فاحنا قلنا الحين الإيجارات صارت 20 ريال مدة سنة 2018-2019. المستثمر ممكن يستفيد إعفاء تام من غير أي رسوم إيجارية مدة 2018-2019 إذا التزم بهذه الشروط المعينة. بالضبط. جميل. والشروط عبارة عن إيش؟ الشروط أنه اليوم احنا شهر 10، خلال 4 شهور في نهاية شهر يناير 2018 إذا قام بالانتهاء من إصدار رخص البناء، رخص البناء راح يتم إعفائه بالكامل من 2018. وكأن الحكومة تشجع المستثمر على الاستثمار بهذه السرعة للفائدة القصوى للدولة وفائدة الاقتصاد عندنا في قطر، وأيضا الفائدة تكون مشتركة للمستثمر أيضا. بالضبط. هو وجود المناطق هذه من غير الاستثمارات ما في أي عائد عليها. صحيح. فمثل ما تفضلت أخي صباح أن الهدف أنه في دورين، كان دور على شركة مناطق تقوم بالبنية التحتية، ودور على المستثمر. دور المستثمر كان انه هو يبدا البنيان وينتهي في منتصف 2018. جميل. فهذا كان هو التحفيز المباشر. واذا خلص البنيان خلال سنة بعد اصدار رخصة البناء، واغلب المستودعات والمخازن هذه تتطلب من فترة 9 شهور ل 12 عشان تكتمل. صحيح. فهي مش العمل معقد. فاذا خلص واصدر رخصة اتمام بناء في يناير 2019 راح يكون عليه إعفاء كامل من القيمة الإيجارية مدة 2019. جميل. فهذه القرارات راح تساعد أن تحرك السوق. جميل. هذا الشيء أخوي محمد أنا أتوقع بيشجع القطاع الخاص بشكل كبير، هم يدخلون في هذا القطاع خاصة في المناطق اللوجستية. خلنا نتكلم عن المناطق اللوجستية ونعرف المشاهدين أكثر فيها. كم عدد المناطق اللوجستية الموجودة عندنا في الدولة؟ وهل القرارات التي تم إصدارها من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء تشمل هذه المناطق جميعا أو مقتصرة على بعضها؟ إحنا الله يسلمك في مناطق عندنا أربع مناطق لوجستية. منطقة جري السمر وهي في الشمال، وثلاث مناطق في الجنوب اللي هي الوكرة، بركة العوامر وأبصلين. القرار يشمل المناطق الجنوبية. جنوبية. إيه نعم، لأن هو التركيز المستثمرين والقطاع الخاص في المناطق هذه أكثر من منطقة جري السمر. خاصة مع قربها من ميناء حمد بعد افتتاحه في الفترة الأخيرة، وأيضا مطار حمد الدولي وغيرها من الأماكن الاستراتيجية والحيوية. صحيح صحيح، هي موقع المنطقة جدا ممتاز ومميز. وتقريبا يعني صار القطاع كامل من ميناء حمد لمنطقة صناعية، منطقة بالإضافة لمسعيد منطقة استثمارات تجارية وصناعية بشكل ممتاز، يعني حتى صار في سلسلة توريد متكاملة. طيب. تبدأ من ميناء ولين المنطقة الصناعية الحالية ومنطقة الصناعة الجديدة ومرورا بمركة العمر والوكرة وبصلين. نعم. توقعاتكم أخوي محمد حق هذه المناطق وطريقة الاستثمار، هل متوقع أن يعني يتم الاستغلال الأمثل لهذه المناطق بشكل قوي جدا من قبل المستثمرين في القطاع الخاص؟ والله احنا متفائلين، يعني المناطق هذه جاهزة بالبنية التحتية، جاهزة بالطرق الرئيسية، يعني الأشغال مشكورة، قامت من إنتاج جزء كبير من الشوارع والتقاطعات الرئيسية المحيطة بالمنطقة، قربها من ميناء حمد، قربها من مدينة مسعيد الصناعية، اتصالها بخط المدار الطريق المداري. صحيح. يعني هذه كل العوامل تساعد ان المنطقه اذا تطورت بالشكل الصحيح واللي تم تخطيط له ان راح تكون اضافه للبلد، راح تكون اضافه للمستثمرين، وراح تقلل بشكل كبير القيمه الايجاريه، راح تقلل حتى التكلفه التشغيليه على المستثمرين. الكوست. صحيح. أينا. صحيح. محمد انتم عندكم تصاميم جاهزه في المناطق اللوجستيه. صحيح. هل هذه التصاميم مخصصه لمنطقه معينه؟ ولو نتكلم عن مميزات هذه التصاميم، هل هي خاصه بمنطقه مفضله على اخرى ام هي تصاميم موحده وتختلف من منطقه الى اخرى؟ أينا. احنا في فتره طرح الاراضي هذه وطرح في المناطق اللوجستيه بجنوب الدوله، بعد دراسة مساحة الأراضي اكتشفنا أن الأراضي أغلب الأراضي مساحة 1000 و2000. فجينا قلنا شلون نعمل مبادرات تساهم في تحفيز المستثمرين بشكل مباشر. فكان واحدة من الأفكار اللي انطرحت أن ليش ما نعد تصاميم جاهزة. الهدف منها أن توحيد الهدف منها تسهيل. يعني اليوم أنت كمستثمر تقول أنا ودي في مخزن أو ودي مستودع، لكن ما عندي الإمكانيات ولا عندي شو اسمه أن أعرف شلون المستودع هذا يبنونه. فإحنا كان الهدف أن جبنا المهندسين اللي عندنا شركات الشرعية، قلنا لهم يا جماعة اعملوا لنا نموذجين على أرض مساحة 1000 وعلى أرض مساحة 2000. جميل.
بعد ما شامل الموافقات الحكوميه، شامل جميع الموافقات طبعا، النموذج شامل الموافقات، شامل الموافقات الحكوميه، انت تاخذ النموذج هذا مجانا من شركه مناطق وموجود على موقعنا الالكتروني مناطق.ca، تاخذ النموذج هذا اذا توافق مع ارضك واستخداماتك وتوافق مع اللي انت ترغبه في الارض، بامكانك انك تستفيد منه بشكل مباشر مع المكتب الاستشاري وتكمل اجراءاتك. في قطاع ثاني قال لي يا اخي انا النموذج هذا يمكن ما يناسبني انا، فكان هو الهدف الثاني اللي هو يكون استرشادي لك. اذا انت تفكر تبني مستودع او مخزن خاص، شنو المزايا اللي تكون فيه، شلون المداخل، شلون المخارج، كم مساحات المعرض اللي فيه، كم مساحه المكاتب فيه. فكان هو يحقق هدفين، اللي وده نستخدمه بشكل مباشر بامكانه يستخدمه بالموافقات الموجوده، واللي حاب انه يعدل عليه بعد في امكانيه انه يعدل عليه. جميل. وكان توفيره بالمجان. جميل. يعني احنا نقول ان هذه المناطق تم تسهيل العديد من الامور مشاهدينا الكرام من قبل شركه المناطق الاقتصاديه مناطق، تم تسهيل النماذج اللي احنا ممكن نبني فيها هذه المناطق اللوجستيه او المخازن او المشاريع الاستثماريه الموجوده فيها، ايضا من قبل الدوله والحكومه بعد قرارات معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر خليفة الثاني الله يحفظه، تسهيل القيمه الاجاريه وتسهيل العديد من الامور للمستثمرين في القطاع الخاص. فالان الكره في ملعب المستثمرين في القطاع الخاص، مهم انهم يتم الاستغلال الامثل لهذه المناطق الاقتصاديه، وفي النهايه تكون فائده مشتركه للمستثمر نفسه، وايضا الفائده تكون للدوله من خلال استغلال هذه المساحات التجاريه في المشاريع الاستثماريه الأمثل. نرجع معك أخوي محمد، المناطق الاقتصادية الخاصة رأس بوفنطاس وأم الحول والكرعانة، لين وين وصل مستوى هذا الإنجاز من هذه المشاريع، وهل بيتم افتتاحها قريبا مع نهاية هذا العام أو نهاية العام المقبل؟ وأيضا على موضوع التشغيل والأمور كلها أخوي محمد. نعم، المناطق مثل ما ذكرت في التقرير، المناطق هذه تم تدشينها تقريبا في بداية 2015، منطقة رأس فنطاس أم الحول. احنا اليوم قطعنا شوط كبير بخصوص البنية التحتية، والحمد لله وصلنا مراحل متقدمة. يعني أقدر أقول لك أم الحول وفنطاس تقريبا أكثر من 50% من البنية التحتية صارت مكتملة. في بفنطاس حتى احنا جذبنا استثمارات من القطاع الخاص، وبدينا في مرحلة بناء الفنادق والشغل الفندقية في المنطقة نفسها. جميل. سكن العمال رسينا على القطاع الخاص وبدأ يشتغل فيه. جميل. فوصلنا مراحل متقدمة. ممتاز. الحمد لله على حسب الخطة الزمنية الموضوعة، نهاية العام القادم راح تكون المنطقة بالكامل مكتملة بإذن الله، من شوارع، من بنية تحتية، كهرباء وماء وصرف صحي تكرم، من مباني إدارية. فإن شاء الله احنا طموحنا ان السنة الجاية مش بس البنية التحتية تكون مكتملة، بالإضافة إلى وجود مستثمرين يطورون معنا في نفس الوقت. نعم، احنا بنتكلم أكثر عن هذه المناطق بالتحديد، وسنتعمق أكثر مشاهدين الكرام عبر تقرير أعد لنا فريق برنامج اقتصادي يتحدث عن هذه المناطق الاقتصادية، لكن بعد ما نروح إلى فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا في برنامج اقتصاد. تفضلوا. يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في برنامج اقتصاد. تحدثنا مع ضيفنا اخوي محمد المالكي، رئيس شؤون التخطيط وتطوير الاعمال في شركه المناطق الاقتصاديه مناطق، عن العديد من المشاريع الكبرى في الدوله من المناطق الاقتصاديه وايضا المناطق اللوجستيه. نرجع معك اخوي محمد، خلينا نتكلم عن راس بوفنطاس، هذا المشروع الضخم اللي تم انجاز جزء كبير منه، يعني على شنو راح تركز هذه المنطقة اللي موجودة في رأس بوفنطاس، وأبرز المشاريع اللي تحتوي هذه المنطقة؟ نعم، منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية هذه يمكن احنا نسميها حتى جوهرة مشاريعنا، لأن مكانها استراتيجي جدا. وين يقع مكان بالضبط؟ جنب مطار حمد الدولي. جميل. يعني حتى احنا لما نروح نسوق نستخدم اللي هو لوجو القطرية، القطرية يقول لك أنت 8 ساعات بعيد عن ثلثين العالم، احنا نقول لهم أنت 8 ساعات وخمس دقائق بعيد عن ثلثين العالم. لأن منطقة رأس فنطاس تقريبا 5 دقائق للمطار. جميل. هي عبارة عن 4 كيلومتر مربع كمساحة،
احنا قاعدين نطور الحين نص المساحه هذه تقريبا، هي مرحله اولى احنا نسميها المرحله الف. جميل. المنطقه هذه تستهدف قطاعات معينه، القطاعات اللي تستهدفها المنطقه عباره عن صناعات نظيفه بحكم موقعها، منطقه راس مطاس تقريبا في نص الدوحه يعني في النهايه، فيها جميع مناطقنا احنا حاولنا نركز انه يكون في تنوع. جميل. ما نركز على القطاع الصناعي فقط. جميل. فالمنطقه فيها القطاع الصناعي، القطاع اللوجستي، فيها الخدمات التجاريه، فيها سكن، فيها المعارض كمنظومه متكامله. جميل. فانت اليوم كمستثمر تبغي مثلا تحصل سكن، عندك اليوم جاي تعقد صفقه معينه راح تحصل فنادق موجوده، انت موظف في المنطقه راح تحصل لك سكن في المنطقه نفسها. جميل. انت عندك عماله معينه راح تحصل سكن حق العماله. القطاعات تستهدف المنطقه هي عباره عن مثل ما تفضلت قبل، قطاعات نظيفه اللي هي عباره عن قطاع المعدات الطبيه كتصنيع وكانتاج محاليل وادويه. جميل. القطاعات التكنولوجيه، الخدمات اللوجستيه المرتبطه بالشحن الجوي. الخدمات اللوجستيه بشكل عام لان المنطقه مرتبطه في المطار. جميل. وبشكل عام اي مناطق اقتصاديه او حره مرتبطه في المطار هي تركز على القطاع اللوجستي بشكل اكبر. احنا معتمدين طبعا المشروع الحلو في الدوله ان جميع المشاريع هذه مرتبطه بتنميه سابقه. جميل. فمطار حمد مكمل لنا واحنا بندرس منه. احنا اخوي ابو حسن بنروح معاكم مع مشاهدين الكرام بنشوف المشاريع الخاصة بالمناطق الاقتصادية اللي أطلقتها الحكومة، وواحد من بينها ومن بين هذه المبادرات اللي من شأنها تحسين مناخ الدولة وتحسين تشجيع الاستثمار عندنا في قطر وتزيد أيضا من فرص المشروعات المتاحة للقطاع الخاص، هذه المنطقة اللي تحدثنا عنها مع أخوي محمد، منطقة رأس بفنطاس، أولى المناطق الاقتصادية اللي تم أطلاقها، بنتعرف عليها أكثر من خلال التقرير التالي، نتابع. انعكاسا لنهج الدولة المتبع في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية، تفضل معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني في نوفمبر من العام 2014 بوضع حجر أساس منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية الخاصة، حيث جاء مخطط تطويرها مناسبا لموقعها الاستراتيجي بالقرب من مطار حمد الدولي الذي سيجعل منها مركزا تجاريا بامتياز يمتد على مساحة 4 كيلومترات مربعة. ويمثل مركز التكنولوجيات المتقدمة والخدمات اللوجستية في منطقة رأس بوفنطاس القلب النابض للمنطقة، إذ يسهل التدفق والتبادل الفعال للمنتجات والسلع والخدمات بدعم وتنسيق كبيرين مع مطار حمد الدولي. أما السوق العالمية فتضم معارض تجارية كبيرة لعرض وبيع السلع، كما توفر خدمات شراء البضائع بالجملة. وعلى طول الواجهة البحرية تمتد المنطقة المتعددة الاستخدامات السكني منها والتجاري، حيث توفر مرافق جذابة تمزج بين العمل والترفيه. أما مركز الأعمال فيعد بمثابة واجهة رأس بوفنطاس الاقتصادية لاحتوائه على مكاتب تجارية وصالات مخصصة للبيع بالتجزية، كما يضم مقر شركة مناطق والذي سيحتضن مكتبا موحدا لمعاملة التأسيس والخدمات الإدارية. ويوفر المشروع مراكز خدمات مصممة لتلبية الاحتياجات اليومية لزائري ومقيمي المنطقة. ومن شأن منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية أن تكون وجهة تجارية واستثمارية متكاملة تستقطب أفضل الخبرات والمواهب من جميع أنحاء العالم.
تابعنا معاكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير اللي تحدث عن احدى المناطق الاقتصاديه اللي راح يتم تدشينها ان شاء الله في المستقبل القريب. محمد، يعني شاهدنا من خلال التقرير منطقة رأس بفنطاس، العمل جاري عليها، وين وصل مرحلة الإنجاز فيها، وشلون ممكن تستغل الاستغلال الأمثل هذه المنطقة الاقتصادية؟ قطعنا شوط كبير فيها الحمد لله، أكثر من 50% من الأعمال مكتملة، المباني الأساسية تقريبا طرحناها وشغالين عليها، في طرح قريب إن شاء الله بعد الاعتمادات الإدارية إن شاء الله اللي راح ناخذها من الحكومة، راح يكون في طرح ثاني اللي هو القطاع التجاري والقطاع السكني. جميل. كمستثمرين الحمد لله بعد قطعنا شوط في مراجعة ملفات بعض المستثمرين الأساسيين في المنطقة وتجهيز ملفاتهم، الحين صدور القانون. نعم. شن هي المراحل الآن المتبقية لإنجاز هذه المنطقة أخوي محمد؟ طبعا باقي لنا اللي هو مرحلة كشركة مناطق، عندنا الدور الأساسي اللي هو استكمال البنية التحتية. نعم. هذا شغالين يعني عليه على قدم وساق الحمد لله. نعم. يعني. الجزء الثاني اللي متبقي بعد اللي هو إصدار قانون المناطق الاقتصادية أو المناطق الحرة. وهذا تقريبا بعد قطعنا الحمد لله شوط كبير فيه، وهو بانتظار اللي هو اعتماده من سمو الامير. نعم. محمد، احنا خلينا نتكلم عن الخدمه الالكترونيه الخاصه بالمناطق الاقتصاديه. انتوا الان في شركه المناطق الاقتصاديه، اللي حاب يقدم الحصول على قطعه ارض صناعيه مثلا، شو الاوراق المطلوبه، من كم تستغرق عمليه الرد على هذا الطلب، وشلون احنا ممكن نشجع اكثر الأشخاص والمستثمرين على أنهم يعني يزيد الإقبال أكثر على هذه المناطق الاقتصادية؟ إحنا اليوم طبعاً سياستنا في شركة مناطق التسهيل على المستثمرين، وهذا هو كان استراتيجية واضحة من البداية. فالموقع الإلكتروني حاولنا نعمله بطريقة سلسة وصديقة للمستثمر. جميل. فالمستندات مطلوبة كأي مستند مطلوب في أي استثمار صناعي. يعني إحنا نتكلم عن دراسة جدوى، هاي شيء أساسي. اليوم المستثمر اللي حاب يستثمر مثلا في اي قطاع من القطاعات مهم يكون عنده دراسه جدوى. اكيد. صحيح. لانه هو اليوم من يطلع من عندي راح يطلب قرض من اي بنك، من البنوك في العامله في الدوله او بنك قطر التنميه حتى، راح يطلب منه دراسه الجدوى. صحيح. الشغله الثانيه احتياجاتها من الخدمات، مساحه الارض، الكهرباء، المياه، هذه راح تساعدني ان احدد له المساحه خصصها الارض اللي تخدمه، اللي تخدم هذا المشروع نفسه بالضبط. نعم. والقطاع اللي راح يشتغل فيه، لان في النهايه احنا عندنا كتنظيم للمنطقه كلها في قطاعات معينه المفروض ما تتواجد جنب بعض. نعم. فراح يخدمنا انه هو يحدد الامور هذه الاساسيه. نعم. في المناطق الاقتصاديه طبعا اللي نطمح له ان شاء الله انه ما راح يحتاج اكثر من هذا، كانت الامور التنظيميه مع شركه مناطق او كهيئه منفصله، راح يتم اصدار السجل التجاري، الرخصه الصناعيه، الامور هذه كلها عن طريق منظم الخدمه في المنطقه. جميل. فما راح يحتاج اكثر من كذي اليوم عشان يقدم في اي منطقه من مناطقنا الاقتصاديه. جميل. خلينا نتكلم عن يعني المناطق الاقتصاديه، كيف ممكن ان تضيف هذه المناطق الاقتصاديه للاقتصاد بشكل عام عندنا في الدوله، وخاصه لتشجيع المستثمرين على الدخول في السوق القطري؟ اليوم الحمد لله عندنا حكومه رشيده، ان كان حتى المخطط المناطق الاقتصاديه ترى مش جديده. صحيح. ولا هي رده فعل، كان مخطط لها من فتره يعني طويله جدا. عندنا احنا اليوم بس عشان اربط لك العمليه كامله، عندنا واحه العلوم والتكنولوجيا، عندنا مركز قطر للمال، وانت استضفت زميلي اللي هو يوسف الجيده، دكتور يوسف. اي بالضبط. وعندنا شركه المناطق، جميع هذه المكونات ترى تكمل بعض. كيف؟ اليوم واحة العلوم والتكنولوجيا تركز على الاستثمار في قطاع الريسيرش والديفلوبمنت، الابحاث والتكنولوجيا. صحيح. صحيح. احنا اليوم هذا جزء الدوله تستثمر فيه وتستقطب فيه رؤوس الاموال الاجنبيه. نعم. وتحاول تجذب لك اللي هو النو هاو. مركز قطر المال يركز بشكل كبير على القطاع المالي والمصرفي، ومؤخرا بدا يتوسع للقطاع اللي هو الاستشاري. جميل. فهذا هو غطى الجزء هذا بشكل ممتاز جدا، ويقدمون خدمات ممتازه جدا. جميل. جت اليوم مناطق عشان تكمل المنظومه هذه، تنفيذ اللي هو تركز على القطاع الصناعي. فاحنا اليوم اذا واحد حاب يستثمر في القطاع المالي عنده مركز قطر المال، خدمات تجاريه عنده مركز قطر المال، حاب الابحاث والتطوير عنده واحد علم التكنولوجيا. جميل. حاب يركز على الاستثمار الصناعي، وتكلم عن جميع انواع الصناعات، من تصنيع ادويه، تصنيع المعدات الطبيه، تصنيع حديد، القطاع الصناعي البحت عنده شركه مناطق. جميل. فجميع هذه المكونات تساهم بشكل مباشر في رؤيه قطر 2030 اللي هو تنويع الاقتصاد. نعم.
والمساهمة في الناتج المحلي. نعم احنا متواصلين معك اخوي محمد ومعاكم مشاهدينا الكرام، ونتحدث الان عن ثاني المناطق الاقتصاديه التي يجري العمل على تنفيذها وهي منطقه ام الحول الاقتصاديه. نتابع هذا التقرير عن هذه المنطقه ونرجع نتابع حوار. استمرارا لدعم وتعزيز التنميه الاقتصاديه للدوله، وضع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية يوم الثاني من شهر مارس لعام 2015 حجر الأساس لمشروع منطقة أم الحول، ثاني المناطق الاقتصادية الخاصة والتي امتازت بموقعها الاستراتيجي القريب من ميناء حمد جنوب مدينة الوكرة ومنطقة مسيعيد الصناعية. تشغل منطقة أم الحول الاقتصادية مساحة تزيد عن 33 كيلومترا مربعا، وهي الأكبر مساحة بين المناطق الاقتصادية الثلاث، وتشكل المنطقة البحرية المتخصصة واجهة للعديد من الصناعات التحويلية داخل الميناء الخاص بالمنطقة. فيما يقدم قطاع النقل والمركبات المتخصص خدمات بالأنشطة التي تتطلب المساندة والنقل البري. ويمكن لهذه المصانع المتنوعة التي تضمها منطقة أم الحول الاقتصادية أن تعمل في بيئة جامعة وبتسهيلات متميزة، وذلك بفضل المرافق العالية المستوى التي توفرها المنطقة. ومن المنتظر أن يؤدي مجمع الخدمات اللوجستية والأعمال دوراً مهماً في المنطقة، إذ يوفر خدمات لوجستية ذات جودة عالية، فضلاً عن أنه مصمم ليجعل من منطقة أم الحول الاقتصادية العمود الفقري لجميع الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية. كما أولت مناطق اهتماماً خاصاً لتصميم ومواقع مساكن العمال في أم الحول، مع توفير مجموعة كبيرة من المرافق الرياضية والترفيهية. وتضم أم الحول مرافق ومساحات عامة واسعة تؤمن من خلالها وسائل الراحة والمتعة للسكان والعمال. ويأتي تصميم منطقة أم الحول الاقتصادية هذا ليخلق بيئة صحية توازن بين العمل والحياة بصورة فريدة من نوعها. تابعنا هذا التقرير اللي تحدث عن منطقة أم الحول الاقتصادية، ونرجع مع ضيفنا في الاستديو أخوي محمد المالكي. محمد، نتحدث الآن عن منطقة أم الحول، شو المميزات اللي في هذه المنطقة وعلى أي أساس تم اختيار هذه المنطقة بالتحديد؟ اليوم الدولة لما حددت المناطق كانت رأس فنطاس أم الحول، طبعا هذا بناء على أفضل ممارسات، استثمارات كبيرة تمت في المطار وفي الميناء، في لازم تكون منطقة خدمات مساندة لها. جميل. وهذا ممارسة معتمدة في جميع أنحاء العالم، أن تكون المنطقة المساندة لها هي المناطق الحرة تخدم وتضيف للمنشآت هذه، كان المطار، المنافذ البحرية والمنافذ الجوية. والمنطقة الأخيرة اللي عندنا الكرعانة هي على المنفذ البري. فجميع منافذ الدولة احنا مناطقنا تم تحديدها على هذا الأساس. جميل. في منطقة أم الحول اللي يختلف طبعا أن التركيز على الصناعات هناك مختلف، مثل ما شفنا في التقرير قطاعات مختلفة، في قطاعات مشتركة طبعا، وفي قطاعات تركز اكثر على اللي هي منطقه مسيعيد الصناعيه، منطقه اللي باداره قطر البترول، ومنطقه مسيعيد الصناعيه اللي احنا حتى عندنا نديرها في اتفاق بيننا وبين قطر البترول لادارتها. فالتركيز هنا على الصناعات، صناعات البتروكيماويات، صناعه الحديد، صناعه البلاستيك في منطقه ام الحول، في منطقه ام الحول لقربها من منطقه مسيعيد، لقربها من الميناء اصلا، من الميناء وقربها من سعيد، هذا جزء اساسي اكيد. صحيح، هذا جزء اساسي. جميل. جميع هذه الصناعات تقريبا تقدر تستفيد من المنتجات مصانع مسعيد. نعم. في قطاع اختصاصي في المنطقه اللي هو مرسى ام الحول. المرسى نشوف يعني حتى التلفزيون مثلا، المرسى هذا، هذا هو المرسى. اي نعم. نعم. المرسى هذا الهدف منه هو خلق صناعه بحريه. اليوم عندنا، كيف؟ اليوم عندنا في الدوله لو تشوف مثلا عندنا شركات كثيره تشتغل في المراكب، مراكب النزهه ولا مراكب الصيد. جميل. لكن ما لها مكان معين، يعني انت اليوم مثلا تاخذ تشتري شغله ما تعرف وين تروح. حتى المصنعين نفسهم عندهم اشكاليه.
تجربة في كذا في أمور كثيرة يعني، حتى مثلا الخدمات كبنية تحتية، تنزيل المركب، رفع المركب، عمليات الصيانة تتم في مناطق، لأنه ممكن ذكر واحدة من الشركات الصيانة وراء المتحف القديم. منطقة غير مهيئة. بالضبط. فالهدف هنا أن تخلق منطقة متكاملة، يكون اللي يصنع المركب موجود، الخدمات صيانة كذا بالضبط، كانت ورش عمل كنجارين، ورش صيانة، ورش حديد، كلها موجودة جنب المصنع. جميل هذا جميل. فأنت تخلق الكيان هذا، واللي يخلق لك صناعة بحرية يعني نفتقدها في البلد. جميل. وأنت يعني في هذه المنطقة وهذا المكان، هذه المناطق الاقتصادية، أنت تخلق الجو المناسب لكل الأطراف بالضبط، بتواجدهم في منطقة واحدة يتم الاستفادة منها، وفي النهاية راح تقلل التكلفة التشغيلية للمستثمر نفسه، وأيضا تقل تكلفة المنتج نفسه في النهاية، ويستفيد المستثمر ويستفيد أيضا المستهلك من هذه المنتجات اللي ممكن تطلع من هذه المناطق الاقتصادية. خلينا نتكلم عن موضوع آخر، اختيار المناطق الاقتصادية احنا تحدثنا عنه، لكن هذه المناطق ما الذي يمكن أن توفر هذه المناطق للمستثمرين، والشيء اللي يجعل تلك المناطق جاذبة للاستثمار بشكل أكبر، خاصة في الأوضاع الراهنة الآن؟ إحنا نمر في هذا الحصار الجائر اللي على بلادنا قطر، لكن ولله الحمد قطر بقيادتها الرشيدة وقيادة سيد سمو الأمير الله يطول في عمره والحكومة الرشيدة تصدت لهذا الحصار بشكل قوي ومتين، وأيضا بقرارات حكيمة للاقتصاد القطري. جميع هذه المناطق اللي راح تقدمها إن شاء الله، يعني شوف عندنا إحنا جزئيتين، الوضع الراهن شركة مناطق طبعا جزء من مبادرة النافذة الواحدة، وامتلك مصنعك في خلال 72 ساعة. جميل. وطبعا جميع الأراضي في منطقة أم الحول تم حجزها المبادرة هذه. فاليوم اللي تفتقر له الدولة اللي هو توافر الأراضي الصناعية. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى سخرنا الأمور توافق بشكل يعني ما حد خطط له صراحة. بضارة النافعة نفس ما قال سمو الأمير الله يحفظه. بالضبط. فالأراضي عندنا إحنا راح تكون جاهزة خلال 6 شهور إن شاء الله للمستثمرين. فكانت مشاركة شركة مناطق أن إحنا نجهز أراضي ببنية تحتية متكاملة، خدمات متكاملة للقطاع الصناعي. فتوافر هذه الأراضي راح يساعد قيام صناعات احنا شفنا ان عندنا مشكله فيها في البلد خلال فتره الحصار هذا. فهذا دور اساسي اللي راح تضيفه المناطق الاقتصاديه بشكل عام، اللي هو تسهيل الاجراءات، تقليل الاجراءات الاداريه، المستثمر الاجنبي سهوله جذبه واستقطابه للبلد من خلال الاستثمار. كثير من المستثمرين الاجانب خصوصا القطاع الكيماوي البتروكيماوي، عندنا المواد الخام جاهزه لكن ما عندنا المصانع اللي تستفيد من المواد الخام وتحولها لمنتجات. جميل. فانت اليوم هذا بعد واحده من الامور الحوافز اللي تعطيها حق المستثمرين لاستقطابهم من البلد، انهم تشجعهم انهم يستثمرون في هذه المصانع. بالضبط بالضبط. خلنا نتحدث عن توقعاتكم لدخول المستثمرين القطريين وايضا المستثمرين الاجانب، توقعاتكم مع هذه القرارات التشجيعيه في الفتره الجايه. والله شوف أخي صباح، احنا شايفين صراحة ان تجاوب المستثمرين مع القرارات كان ايجابي جدا، واليوم الحمد لله مع الوضع الراهن المستثمرين وعوا ان الاستثمار في العقار جزء من الاستثمارات، في استثمارات اخرى غايبة عن المستثمرين. فبعد ما صار الوضع الراهن وصار الحصار وصار ان في منتجات معينة مش موجودة وصار فيها شح وفي امور معينة لازم تركز عليها الدولة، المستثمرين تشجعوا بشكل كبير، واستفسارات كثيرة تجينا تقول لنا أوكي يا جماعة وين نستثمر، شنو القطاعات، وجهونا. فاليوم أعتقد أن يعني كشركة مناطق الحمد لله أن الحصار رب ضارة النافعة فادنا، أن إحنا المستثمرين يجونا يستفسرون منا يعني يركزون على صناعات مختلفة غير القطاع السكني والتجاري والأمور هذه كلها. نعم. لو تحدثنا عن تكلفة إنتاج هذه المناطق الاقتصادية، احنا نتحدث عن راس بفنطاس وأم الحول والكرعانة وغيرها من المناطق، خلينا نتكلم عن هذه المناطق الثلاث بالتحديد، كم تبلغ التكلفة الإنشائية لهذه المناطق الاقتصادية الثلاث؟ حاليا على الميزانيات الموضوعة إن شاء الله يعني التكلفة الإنشائية لاستكمال جميع الأعمال البنية التحتية وجميع جزء من المباني تقريبا وصلنا 5 مليار ريال قطري للمنطقتين اللي هو بفنطاس وملحول. نعم. نتوقع ان المبلغ هذا يزيد
اللي يصل تقريبا الى 8 مليار تقريبا. نعم. وعلى مراحل معينه احنا. نعم. طبعا في جدول للمشاريع بعد المراحل اللي الاساسيه الاوليه. اي نعم. احنا تقريبا متى بيتم افتتاح المناطق؟ مع نهايه السنه الجايه ان شاء الله 2018 راح تبدا راس بفنطاس في البدايه. ام الحول بفنطاس ان شاء الله احنا يعني ماشيين بشكل متوازي وقت قريب من بعض ان شاء الله مع نهايه السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. الفرص الان هل تم تخصيص الاستثمارات المساحات الموجودة ولا لين الحين ما تم توزيعها على المستثمرين؟ المنطقة الوحيدة اللي احنا تقريبا يمكن حجزناها عشان تم تخصيصها اللي هي منطقة أم الحول المرحلة الأولى لمبادرة 72 ساعة. نعم. برئاسة النافذة الواحدة. نعم. الأراضي بشكل عام متوفرة، ما تم تخصيص أي أرض لكن تم توقيع مذكرات تفاهم أوكي مع كثير من الشركات احنا نسميهم الانكر تنت الرئيسيين في المناطق. جميل. ان شاء الله بعد صدور القانون، لان اليوم انا ما اقدر بانتظار قانون المناطق الاقتصاديه. بالضبط. نعم. بعد صدور القانون ان شاء الله نكمل اجراءاتك الاداريه على حسب اللوائح والقوانين راح ينظم القانون. جميل. ففي تواصل مع مستثمرين بشكل كبير، تقريبا النسبه يعني ما شاء الله نسبه كبيره من الاراضي تم الاتفاق عليها، خليني اقول لك انه تم تخصيصها بشكل على ضوء مذكرات تفاهم. جميل جميل، الله يوفقنا وياكم ان شاء الله. ان شاء الله لكل خير. قبل لا نختم معاك اخوي محمد، احنا نعيش في هذه الظروف الحيويه والهامه لبلادنا قطر خاصه في هذه الفتره، شلون ممكن ان تساهم بيئه المناطق الاقتصاديه عندنا في قطر بتوفير بيئه استثماريه قويه ومتينه قادره على ان تدعم الاقتصاد الوطني في قطر؟ الحمد لله اليوم البيئة طبعا يعني فيها أكثر من عنصر. البيئة في المناطق عندنا اللي هو جهوزية البنية التحتية، ارتباطها بالمنشآت الرئيسية والأساسية، هاي جزء يساهم في خلق بيئة أعمال مناسبة. الجزء الثاني اللي هو الاشتراطات والقوانين بعد صدورها راح نتأكد إن شاء الله تتوافق مع احتياجات المستثمرين، تتوافق مع تطلعات المستثمرين. راح احنا طبعا بدينا الكلام من فتره طويله، لكن بعد صدور القانون لازم يتم مراجعه بعض اللوائح والقوانين. جميل. الهدف ان نوصل في النهايه ان تكون اللوائح والقوانين هذه، لان ما راح نركز بس على العمليه الانشائيه فقط، راح تركز على العمليه التشريعيه في المنطقه. جميل جميل. نتاكد ان هذه تتوافق مع متطلبات المستثمرين. القطاع الثالث اللي احنا قاعد نشتغل عليه انه هو تهيئ بيئه اعمال متكامله. جميل. تخدم المستثمر بشكل عام. القطاع الصناعي، التجاري، الخدمي، وتوفير كل الخدمات في مكان واحد ويتم الاستفادة منها بشكل مباشر من قبل المستثمرين في القطاع الخاص. بالضبط. الله يوفقكم أخوي محمد. قبل الختام ودنا نتحدث عن مستقبل شركة المناطق الاقتصادية، الطموحات لهذه الشركة، شنو الجديد في الفترة القادمة؟ الحمد لله احنا في شركة مناطق عندنا استراتيجية وخطة واضحة وماشيين على الخطة هذه. المستقبل ان شاء الله نكمل الخطط الموضوعه في بفنطاس، فعندنا ان شاء الله بعد اخذ الموافقات والاعتمادات راح يتم طرح القطاع التجاري. راح يتم طرح القطاع السكني في المنطقه. جميل. فهذا نفس الشيء، احنا الاستراتيجيه عندنا انه هو مشاركه القطاع الخاص معنا في التطوير. جميل. ما تستثمر الدوله بشكل كلي، لا، نطور القطاع الخاص ويطور المنطقه معنا. جميل. فهذه واحده من خططنا. الخطط الثانية بعد التركيز على المرسى البحري والبدء في خلق الصناعات البحرية في المنطقة هذه، احنا تواصلنا مع اكثر من مستثمر وشغالين على الموضوع هذا. واحدة من الخطط ان نساهم في نجاح مبادرة 72 ساعة مع النافذة الواحدة. نعم. وهذا حاليا في الفترة الحالية أولوية بالنسبة لنا. جميل جميل. هذه الخطط على المستوى القصير. أتمنى لكم التوفيق أخوي محمد المالكي، رئيس شؤون التخطيط وتطوير الأعمال في شركة المناطق الاقتصادية. شكرا لتواجدك وحضورك معنا في برنامج اقتصاد، ونتمنى لكم التوفيق في المستقبل. شكرا أخوي صباح. شكرا لك، ما قصر. مشاهدينا الكرام، احنا متواصلين معاكم، لكن بنروح إلى فاصل قصير ونرجع نكمل من بعده برنامج اقتصاد. انتظرونا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، ورجعنا معاكم في برنامجكم الأسبوعي اقتصاد، وخلنا نتابع معاكم حركة التداولات الاقتصادية في بورصة قطر حتى نهاية جلسة اليوم الاثنين مع الزميل
محمد الشهراني. محمد بنشوفه الآن في بورصة قطر مع نهاية جلسة اليوم الأثنين، تابع. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في الفقرة الخاصة بورصة قطر. إن شاء الله اليوم راح نتكلم أكثر على مؤشر بورصة قطر اللي اكتسح باللون الأحمر بداية عند الساعة 9:30 ب 8341 نقطة، وكان في نزول تدريجي لغاية الإغلاق عند الساعة 1 ب 8299، وكان التغيير 41.40 نقطة بما نسبته 0.50%. أما المؤشر الحالي أو الحجم الحالي للتداولات كان 6,251,000، والقيمة الحالية كان 149,206,000 بالضبط. لو بنتكلم عن الشركات الرابحة هذا الأسبوع عندنا 15 شركة رابحة على عكس الأسبوع اللي طاف اللي كان أكثر. لو بنتكلم على أولى الشركات في القائمة عندنا مجمع المناعي ب 4.28%، بعدها عندنا الإجارة ب 3.01%. أما الشركات الخاسرة عندنا تقريبا 23 شركة خاسرة، على رأس القائمة الدوحة ب 6.67%، وبعدها عندنا شركة الناقلات ب 6.25%. هذا بشكل عام مؤشر هذا الأسبوع اللي اكتسح باللون الأحمر. إن شاء الله الأسبوع الجاي يكون اللون الأخضر متواجد. نلتقيكم إن شاء الله في فقرتنا الخاصة يوم الاثنين الجاي. شكرا لك محمد الشهراني على هذه الفقرة الأسبوعية اللي تقدمها لنا من بورصة قطر. ننتقل للحديث عن تعاملات الأسبوع الماضي في الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر كما نشاهد أمامكم على الشاشة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة من الشركات 44 المدرجة في بورصة قطر، بينما انخفضت أسعار 18 وحافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق، فيما سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 210 نقطة أو ما نسبته 2.5%، ليغلق في نهاية الأسبوع عند 8321%. أما نسب تعاملات المستثمرين في الأسبوع الماضي في الفترة ما بين 8 إلى 12 أكتوبر فقد بلغت نسبة الشراء للأفراد القطريين 43.3%، أما بالنسبة لغير القطريين فقد بلغت النسبة 9.4%، أما نسبة البيع فقد بلغت 46.03% للقطريين و 7.8% لغير القطريين. ننتقل للمؤسسات، فقد بلغت نسبة الشراء 16.4 للمؤسسات القطرية، أما تعاملات الغير القطرية فقد بلغت النسبة ما يقارب 31%. وبالحديث عن البيع فقد بلغت نسبة المؤسسات القطرية 24.2%، والغير القطرية فقد بلغت النسبة 21.8%. في نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، نتمنى أن نكون قدمنا لكم معلومات مفيدة من خلال برنامجكم الأسبوعي اقتصاد. شكرا على حسن المتابعة، ونلقاكم على خير الاثنين الجاي إن شاء الله الساعة 9 المساء. في أمان الله.